اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من حلقات برنامجكم المجلس. نحن الان اعزائي المشاهدين في مجلس الشيخ محمد بن براك بن مدلج في محافظه عنيزه. ابو احمد مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا هلا وغلا. الله يطول عمرك، سعداء بتواجدنا معكم بين ربعك واخوانك وجمعت هالحوات الغانمه وعادك جمعت رجال الطيب. الله يطول عمرك. احنا اللي سعداء طال عمرك. الله يطول عمرك. الله يحييك ومبروك الحزات. الله يبارك فيك. هذا من طيبكم. الله يطول عمرك ولا بريبتنا عليكم زيارتنا ولا زياره غيرنا. ما عليكم زود يا ابو انتم دائم سباقين بالعلم الطيب. ما عليكم. وخدمتوا الموروث الشعبي والشعر والشعراء ومجالس الرجال الطيبه اللي مثلنا وشروانا. ما عليكم زود. والله يطول اعماركم ولا بريبتنا عليكم ويا هلا وغلا. تستاهلون. والمحل محلكم. تستاهلون. وحنا تشجيعكم لنا يا ابو احمد هو اساس نجاحنا. والله مثلكم وشرواكم تشجيعهم لنا هو اساس نجاحنا في جميع برامجنا وهو اللي يدفعنا للمزيد ان شاء الله. والله احنا نشجعكم لان لامسين منكم العلم الطيب. تستاهلون التشجيع وتستاهلون شهادة نعتز فيها. الله يطول عمرك. والله ابغى نتعلم مثلكم وشرواكم. ابو احمد نبيك تعرفنا على الربع الموجودين معنا في المجلس. هذا ناجي بن عتيق الميزاني. ونعم. والاخ الشاعر والراوي واخونا واستاذنا العام الكبير صالح العميم. ونعم. وصديقي وزميلي سالم بن سحمان السبيعي ابو نايف. ونعم. وابني سلمان بن فيصل. ونعم. وسلطان بن ناجي الهضاع ميزاني وابني احمد وتركي ابني. ونعم. وفيصل ابني. ونعم. ونايف بن مندر بن ميجان بن مدلج. ونعم. وسلمان ابني. والاخ القدير العزيز ابو سامي. ونعم. استاذنا طال عمرك في الشعر وفي علوم المرجله. ونعم والله فيك وفيهم وعادك سعيد بن سعيد العولي. ونعم فيك وفيهم. يا هلا ومرحبا بالجميع. عادك جمع كل حوات الغانم يا ابو احمد. الله يطول شرف طال عمرك ولنا الشرف بزيارتكم لنا. الله يطول عمرك. انتم من يسمع. الله يسلمك. اسمح لي برحب بالشعراء اللي معي. تفضل طال عمرك. ارحب في الشاعر صالح بن محمد العميل. يا هلا ابو سلمان. قلب قومي يا ابو محمد مساك الله بالخير. الله يمسيك برضه. سعداء بتواجد اللي مثلك وشرواك اللي يستفيدون الشباب ويستفيدون المشاهد من ما لديه من الثمين اللي عنده سواء من شعرهم او من الروايات اللي طول عمره. والله فيه نصايح وفيه بس فلوس اقلام ترى ما حافظ. نعم. واعجل ما يجي منك الا الطيب. الله يطول عمرك. ما يجي منك محمد الا الطيب. وفيه دعبات وفيه رفيج اللي صد عنه ورفيج ما هو برفيج سماط ورفيج بالوت ورفيج سراحه. طيب نبي نرحب بس رفيج جمنا. نبي نرجع للموضوع هذا بس خلينا نرحب بالربع الموجودين معنا. سم. ونبي نرجع ان شاء الله. سم. نرحب كذلك في الشاعر سالم بن سحمان السبيعي. ابو نايف مسيت بالخير. الله يمسيك بالنور ويبقيك. سعداء بتواجدك معنا. الله يحييك. الله يسعد ايامك. وانا سعيد بمواجهكم وحضوري في بيت الشيخ محمد بن مدلج. هذه كلها الحاضرين كلهم من بركات وجودهم معنا. هذه من بركات ابو سعيد العوني الشاعر والجميع كلهم. يستاهل. الله يطول عمرك. كذلك انا ارحب بالشاعر سلمان بن فيصل بن مدلج. الله يبارك فيك. يا هلا والله وغلا. انتم من ابنائنا الشباب الحقيقه اللي احنا مفروض ان نشجعهم في كل مكان لانهم ظهورهم دائما ظهور مشرف. الله يطول عمرك. الله يحييك. الله يطول عمرك ويسلمك. الله يطول عمرك ويسلمك. كذلك ارحب في الشاعر سعيد بن سعد العوني. يا هلا والله مرحبا وسام. هلا والله وسام وبارك الله فيك. سعداء بتواجدكم معنا. الله يطول عمرك. الله لا يهينك. وابو احمد كل علوم غانمه وجمع الحوات الغانمه والشعراء واكبر مكسب ان تواجهنا معك ابو سلمان. الله يطول عمرك. الله يسلمك ابو سلمان. الله يهينك. ابو احمد يقول ترى معنا شعراء محاوره بن سحمان وسعيد يقول ممكن نحط محاوره في اخر البرنامج اذا وسع معنا المجال حطينا محاوره. ما عندنا مشكله ان شاء الله مشاركتك. بس زودونا صفوف والباقي على صفوف. كلنا صفوف. ايضا كلنا لك. الله يطول عمرك. الله يهينك. كذلك ارحب بالاستاذ ناجي
ابن عتيق الميزاني ابو محمد نسيف الخير. هلا ومرحبا. يا هلا والله. سعداء بتواجدك معنا. الله يحييك. الله يعافيك ويبارك فيك ويحييك بعمر في محلك عند الشاعر اخونا محمد بن براك بن مدرج. الله يطول عمرك. وطال عمرك ابو احمد. محل للجميع دائما. محل طال عمرك. الله يطول عماركم. وعلى ما قال منصل. الله يطول عمرك. الله يطول عماركم. برنامجك صراحه من البرامج اللي شيقه ودائما برامجك صراحه تستمتع المشاهدين فيها. ما عليكم زود اخوي. الله يحييكم في محل. الله يطول عمرك ويسلمك. وانتم كذلك من الرجال الحقيقه اللي احنا زرناهم واستمتعنا في زيارتهم، من الرجال اللي دائما صدورهم قبل مجالسهم مفتوحه. الله يحييكم. الله يبارك فيك. الله عليك انت واخوانك يا ابو محمد. الله يطول عمرك. اسمح لنا نتمنى ندعيك عندنا بحول اللي باتنا معنا محلكم محل الجميع. ما هو مزحوم. لا والله مزحومين. الله يحييك. والله اليوم هذول كلهم والله مزحومين، والربع كلهم عندهم خبر في الجدول حقنا مزحوم والله يا اخوك. الله ما لكن بيجيك الايام خاسر بعض ان شاء الله. محلك وفي عند ابو احمد. ابو احمد اخونا الكبير ما يحتاج. ابو احمد شاعر وعلم من اعلام القبيله صراحه. الله يطول عمرك. والله العظيم ما اقول مجامل، لكن شهادتنا فيه مهما حكينا ما نقول. الله يطول عماركم. يستاهل. الله يطول عمر ابو احمد. ابو احمد ايش تقول للربع الحاضرين معنا قبل نبدا في برنامجنا؟ اقول لهم يا هلا ومرحبا، وهذا الساعة المباركة اللي نشوف فيها الوجيهة الطيبة. نعم. واليوم والله عندنا يوم عيد. والفضل لله ثمنكم، انت لجماعتنا وانت لجيتنا وانت وهذه زيارتكم دي والله انا على عروسنا. الله يطول عمرك. نعم وانتم اهل المحل احنا ضيوف. هذا واجبنا وحضورنا معلم مثلكم وشرواكم يا ابو احمد. انتم الحاضرين معنا هذا هو مكسب راس مال، عنده مكسب مكاسب الحياه ومكاسب الدنيا. الله يطول عمرك وانت وافي يا ابو سلمان. ولا غريبت عليك. ابو احمد يقول لي ابو محمد العميم يقول لي ما تعدى ابو احمد، احنا بدايه مشاركاتنا بدايه البرنامج لازم انطلاقته من عند ابو احمد. والله انا اقول انه اجدر مني واكبر مني سن. طيب احنا بنلبي رغباتنا بنبدا من عندك. تفضل يا ابو سلمان. وش تبغى وش تبغى تختار؟ نبي انت من شعارنا الحقيقه المميزين اللي نفتخر في كلامهم في حضورهم وفي غيابهم. الله لا يهينك. انت من يسمع طال عمرك. يقول يا رجل عدي في طوال المشاريف، اظن بعض الشيء عيني تشوفه، أما تشوف اللي ذكر ولا شيف ولا أعلنت من غزوها، بن كوفة واللي تحت صم الصخور المكاهيف، من دون شوفة حايلات الكهوفة. للوصف دقة وإن جهلت التواصيف، لا تصف اللي من تعارف وصوفه، ما ينطق يكوت حمض السواليف، وبعض السوالف ما عليها حسوفة. لا صار ما هرجك كما شجرة السيف، كل شهر قدام وجهك سيوفه. والعرف ما يجهل رجال عواريف، كل فعله والرجال معروفه. حتى ايش لو في الجو عج وعواصيف، خط الكتابه ما تغير حروفه، معناه منحوت على خط برليف. ما يختلف الاول هبايب تلوف، مثل السفينه في البحر والمجاديف، تصادم الامواج ما من كلوفه، وصادفه تفدر بعض الصواديف تخالفه، ولا تحاول تطوفها. قولها لو كان ما من تخاليف، دام السوالف والعلوم مخلوفه، والبرق يبرق فمزونه المراديف، وعين الذويبي في ثنايا خروفه، واللي يضحك من ضحكته قال يا حيف، الوقت امانه ما يشابه الخوفه، ويا ابن قطيب الوقت له على كيف، ما كل رجال شكا من ظروفه، ونشهد انه وقت معيف ومخيف، ما والله اخبر من سلم من صدوفه، يكود رجال مسيكين وضعيف، النار ما تشتب في وسط جوفه. خبر من اللي يجحدون المعاريف بعيدا عنه وعن يسمع، خبر من اللي يجحدون المعاريف، من كثر ما ياكل كبارنا دفوفه، ولا يجهلك يا مكرم الجار والضيف، حيث في عرفك نظرتك نوفه، يا طيب من طيبك ما يحتاج تعريف، مثل السحاب اللي ترازم قنوفه، كلام واقع لا تصور ولا زيف، ومداح مثلك ما يشاف معروفه، رعى الوفاء مدح معزه وتشريف، واخف الحقائق والمعالم جحوفه، يا مسندي في كايدات المواقيف، الراس عزه من معزه كتوفه، واللي يعدي في اطوال المشاريف يشوف شيء ما توقع يشوفه. سلامتك. الله الله. صح لسانك. صح ابدانكم. صح لسانك ابو احمد. صح لسانك. والحقيقه ان لها رد، لكن والله اني ماني حافظه، ولا الواجب ان الرجل ما يجيب قصيدته الا يجيب قصيده زميله.
ولكن انا مرسلها له والله ما ابغى فيها رد يعني القصيده نعم. ما كانت ما هدفها ان عشان يرد صحيح. عليها ومهما كان لكن اذا كان فيه ميانه بين الشعراء وفيها الثقه بينهم اذا كان ما حافظ قصيده انا ما اشوف فيها ما شيء في شيء طال عمرك ونمون احنا نمون عليه وهو يمون علينا واعتبر اخوي طال عمرك ونعم وكبر فيك وفيه ويستاهل الله يطول عمرك ارجع لصالح صالح محمد العميم الشاعر الراوي المعروف ابو محمد سم. وش جهز انت تتحفنا فيه احنا والمشاهد الكريم اللي تبي بس نعم فيه عندي خواطر البعض من صايح وما صايح هذا وفي غزل وفي اللي تبي نبي الخواطر والنصائح والله الغزل متاخر عليه شوي ولا نبي ندقق على الغزل بعد شوي نبي غزل لا لا نبي النصائح الحين وبعد شوي نبي النصائح شوية روس اقلام ترى ما حفظ واجد نعم وهذا رفيج اللي صد عنه وصدته حول 5 أيام ولا قبل بيني وبينه نعم مداعبات وصيد وكل شيء واجتماع ورفيج اللي خاص وحبيت اداعبه نعم عاد اقول وراك قاطع بنا معادلك شوف ومسيار وانت من اول تجي ببلا مواعيد وعزيمه دنياك هذه تراها ما تساوي ربع دينار لا تحسب منك عليها حاشن كل الغنيمة اتبع كلام الله اللي موصم بالقرب والجار ما انت بغشيم ولا انت من بعض ناس الغشيمة لولاك غالي ولك في خاطري حشمة ومقدار قفلت عنك الكلام ما انكذبت الخريمة لكن بصبر وقول الوقت والأيام تندار ما عمر عجل نخذ ببوه والدنيا مقيمة واسلم وسلم على الوالد وعطني عنه الاخبار واسلم وسلم على نفسك مع صدق الكريم وسلم اللهم صل وسلم وسلم صح عاد رد عليه هو والله ما حفظت الرد نعم وش تبي تتعوضنا فيها عندي يا زين لا تمشي مع الشين يدمرك خلك مع الطيب يطيبك طيبه نعم مشيك مع الاجرب ويحطم مشاعرك افجوج ربي واسعه وش تبيبه اغرم صداقه من بعقله يقدرك من رافق الجاهل تردى نصيبه يلا على درب الجويد يا مرك مشب الحسنى تشرف بشيبه هو يطلب من سيده بس والله ما حفظ صح لسانك من عرف صح لسانك صح لسانك طيب ارجع لاخوي الشاعر سلمان بن فيصل بن مدلج ابو فيصل يا هلا والله مرحبا حياك الله ابو فيصل وش مجهز لنا المشاركه اللي تبونه يقول لا خير في رجل صار يشبوح لا خير في سيف النثر دم راعيه ما جيت ابي مد اليدين الشحوحه لا جيت ضامي في رجل غيره يسقيه سرتني اقدار الليالى اللحوحه لو كان مسرايه على شيء ما بيه والهم وطعون الزمانه وجروحه تجمعت في خاف في وسكنته فيه واللي غموضه يختلف عن وضوحه اجبرني اركب مركب التيهه واتيه استاذنك يا خاطري والسموحه لعاده الحلمي ملامه ومشاريه سري وسرك لازمنا نبوحه ونودع التوديع غالية الغالية لو ان دمعات الموادع فضوحه تطري علي البعد وانا مدانيه لكني اسر توفى طموحه ندرك عذابه ولا خفوقي بقاويه ركزت في صدري سهوم ذبوحه وعلمتني في شيء ماني بناسيه اقدر الايام بعد طموحه يموت راك سبل الايام اللهم السلام صح لسانك طيب خالك شو اسمه ابو احمد طالبنا شيل ابو احمد ما هو لا خير في رجل قصار شبوحه ولا خير في سيف النثر دم راعيه ما جيت بي مد اليدين الشحوحه ولا جيت ضامي في رجل غير يسقيها سرتني اقدار الليالى اللحوحه لو كان مسرايه على شيء ما بيها والهم وطعون الزمان وجروحه تجمعت في خافقي وسكنت فيها واللي غموضه يختلف عن وضوحه أجبرني أركب مركب التيه واتيه أستاذنك يا خاطري والسموحة لا عاد تلحقني ملام ومشاريه يا سلام صح لسانك صح لسانك بيض الله وجهك صح لسانك أرجع لأخوي الشاعر سالم بن سحمان السبيعي أبو نايف سلام طال عمرك يا هلا والله مرحبا أبو نايف قبل ندخل مجال الشعر ومجال من أسألك عدة أسئلة أول شيء شاعر نظم محاورة
ومعروف على مستوى الساحة. جزاك الله خير. ميول أبو نايف للشعر النظم ولا لا؟ لا والله الميول في البداية للمحاورة، لأني يوم طلعت صغير وإخواني يلعبون محاورة وصار جونا جو محاورة. نعم. والميول الكثير للمحاورة، لكن النظم فن من فنون الشعر الثانية، ولا عندي مانع اني اكتب فيه، لكن تعرف شعر المحاورة قصايد تجي حتى قصيرة يعني. نعم صحيح. تسمعها شوي ما عندي الا ها قصايد. اللي عندك فيه كله خير وبركة، احنا ما فيها. لكن ابو نايف اصعب على الشاعر، تشوف انه اصعب شعر المحاورة والرد بسرعة البديهة وسرعة الرد ولا فات عليك فات، ولا بالنظم اللي ياخذ شاعره وقت طويل وهو يتابع ويشوف ويعدل ويبدل في قصيدته، ممكن تاخذ عنده شهر شهرين ثلاثة؟ صحيح صحيح. وين الصعوبة وين تكمن؟ الصعوبة كل شيء له جوه، النظم والمحاورة، لكن نعم. المحاورة إذا هي بتجيبها على وصولها في صعبة أصعب من النظم عندي أنا. نعم. لأن المحاورة تتطلب مع حضور البديهة والسرعة اللي تكلمت عنها أولا، نعم. تتطلب أنك تواجه مشاكل فورية مع السرعة ذي، ثم لازم توقف عند النقطة هذه وتعالجها، ولا إذا تجاوز فيها ولا طبيت فيها فهي تعتبر يعني من الحاجات اللي يستفزك فيها الخصم الثاني. نعم. قد يستفزك وهو ما هو بقاصد انه يعني يسوي له يعني انه يوقعك في مشكله وتروح، اما تختفي حق ناس بسبب خويك ذا، ثم تجي يوم من الايام تبرر تقول والله ما هو بسبب افلام من الناس. صحيح. فهو ما هو مبرر. نعم. فهي هي اكثر احراج شوي او هي اصعب اذا صار بتجيبها على وصولها. صحيح. ابو نايف له احتكاكات مع كبار الشعراء، مع ملقة الشعراء. اي نعم. من عرض المواقف، انا سمعت لك كم موقف مع خصوصا مع شاعرنا الراحل سعد بن جدلان، الله يغفر له. الله يغفر له. مواقف واجد، كان لك مواقف كثيره معه. كان خوينا في العمل. نعم. تقدر تذكر لنا من المواقف هذه اللي؟ والله انا كثيره يعني كثيره واجد، الله يغفرنا له ولكم وكل المسلمين. يعني اكثرها عرضات ومعارضات. نعم. يعني على لعبنا في الوسط بيننا وبينهم، بين ديرتنا وديرتهم. طيب حافظ من العرضات هذه شيء؟ والله فيه منها مقاطع. فيه. طيب نسمع منها. يوم من الأيام كنت ناوي في مهمة في الحساء، وعزمونا سبعان عندهم شعار كبار معروفين، وأنا وياه شباب هك الأيام ما بعد يعني برزنا وما بعد عرفنا، فقلت له نبي نروح نشارك مع الشعار الكبار المعروفين اللي هو سعود بن مغنم السبيعي المتاحلة وحمود بن زامل وشعار. ثم قال لي خلاص مشينا، توكلنا على السيارة معي. حنا في طريقنا من المواقف الطريفة مرينا على قصر عليه لمبات مولعة وعليه حفل. نعم. قال وقف هذا حفل ربعك يا بسحما. قلت لا بس هو ذا ما أعرفهم، الحفل يبغاه بعيد في الرقيق وحنا احتونا في المبرز. نعم. قال تدري والله ما أدري لو ذا يعني حفل مزيان من حفل، إيش رأيك توقف تحطني هي؟ قلت أفا تبر في خويك. المهم داعبت مزح بيني وبينه ورحنا للحفلة. رحنا يوم ربعنا. قال هاجي اليوم أننا تعشينا عند ربعك لأنهم اللي عازمين للعشاء، هذا لا ماني متعشي عندهم، يمكن هذا لا يصير عندهم شعر نزيه مشارك أو شيء، رجعني عند ذا لا ورحل. الله يغفر. فأنت بس خلي أنت عشى الله يغفر له. الله ولا تعشينا ولا السيارة معينا يعني. البدو فيك الأيام الكلام ذا 1403 4 5 حول هالتاريخ. البدو فيك الأيام جميع السيارة الصغيرة يسمونها تاكسي، كلكم تعرفون الكلام ذا البادية. ما عينت وانا جاي، قال لهم ان غسلنا من الوايت ودني سيده، ساعه غسلنا من عند الوايت ورجعنا لابن هذا، والله في شباب انا عارفين من جدلان من ربع اللي توليه هناك، ولهم حاطينه بين الصفوف ولهم يعرضوا. عاد بداه بالعرضه وهدف على سالفه ذي وصارت تنها قضيه، وانا محفوظه الحين في الناس مثل. نعم. الله يغفر لنا وله ولكم وكل مسلم. الله يغفر. فقال يا ابن سحمان ما يجهلك مكتوبي، والرسالة لقاريها وكاتبها، أول الليل نبني في السماء كبري، وآخر الليل لا رحنا ولا جينا. والله يوم عاتل العربي رجال يغني وحط لها سالفة وكبري وكلها مغير المشوار هاللي. إيه قالوا يلا رجال طلب كل عمع، ولا بها كان في أبيه كان في حلز الشعار ذاك المعروفين الكبار وهم هالعرضة مغنم. رحت قلت كل ديرة لها قاضي ومنصوبي، والمناصب ما تترك مناصب، راعي التكس وده ياخذ العبري، وانت غالي وما يرضيك يرضينا. صار القرار والله يا بينهم موضوع، يقول الحاضرين والجمهور بعضهم سبعان ربعنا، والله يا بين بجهوة وش قضية اللي بينهم، ما درى كلها السالفة. الموقف الثاني الطريف
دون بيشه، حفله دون ديرتهم هناك وبين رنيه وبيشه في هذا. حضرت في حفله العقب انه راح من عندنا، هو طبعا كبل عمل عندنا وراح البيشه ديرتهم هناك واستقر هناك الله يغفر له وله. ويوم عينت لهم يقول معك سعد ميدان الليله معنا وعندنا شعار، وانت قلت توكلنا على حضرنا. واكثر لعب ربعنا اللي توالي هناك كله عرضه. نعم. ايه جاء الطاروق بيني وبينه، الله ما ادري هالحين هو اللي بادي ظهره الا هو اللي بادي. ما هي انت لو الرجال يجيب لي هاك الكلام اللي انا ما ادري وش موضوع، لكن تالي عاد سواها فيه وعلمني بالحركه اللي مسويها الله يغفر له. قال انت من بين العرب مثل الزبد، ما يحط الا على بيض النهود، من تغزل في عيونه لك حلها، عافاها لاجل ما هب وهبها. الله يغفر له. شافك الرجال، الرجال الحين قصد يعني يمكن قصدي يوم كان من خويانا الله يغفر له، ويعني يمكن مع خوياي ما عاد تذكرونه ويعجونه، يمكن هذا قصدي يعني. عاد سويت عليه مزحه، قلت انت مختي تكب الوظيفه، لكن اني جبت لي شاطر هو يحسب اني دريت عن سالفته، وعاد علمني عقب جلسنا. قلت علم اللي ضاع وقته ما استفاد، يتبع النقد ولا عنده نقود، حكمة الله كان حظك ما حملها، لا تركبها ولا تركب بها. المهم سرى لنا تمر بيجا مدي عندنا تنع عسلها، وانت من كبر الجهل طال ليلة ويرد عليه ورد عليه وانتهى الطروق. نعم. بدأوا اثنين غيرنا وهو يجلس بجنبي مثل اخوي ذا. قال انت وش دراك عن معناه اللي اوله؟ قلت والله ما دريت يا اخي وش معناه هذه السالفه وشني. قال اعلمك، يوم جيت مروحنا اول ايام الحفل وامر لي عربن مستري الحال واتقهوى عندهم. يوم تقهويت عندهم وهاك راعية البيت تطلع هاك الشريط كاسيت، يوم الكاسات الشريط هذا ويطلع من هي ويتحطه في المسجل. ويوم عنده وانا سالم سحمان رفيقي خوي اللي قلت هذا خوي قال وش جاب هنا ايه وانا جازمي، قلت كل واحد له محل يقوم ازعل عليها واقوم اكبر. الله يغفر له، الله يغفر له، الله يغفر له. هذه من المواقف، الله يتجاوز عنها ويغفر له ان شاء الله. مرحبتين ابو سامي، وش تبي تتحفنا فيه؟ مشاعر المحاوره مع والله شعراء المحاوره البارزين والمعروفين على مستوى السعر. والله يتبون، بغيت محاوره بغيت تناظم بغيت غزل بغيت حكم يتبون. كفو كفو. خير التخيل، ابدا تختار ابو سامي. انت كلك لنا، انت واللي محاوره جماعتنا وترك المورقي من فئه المورقي. نعم. معنا ترك مع زياد بن سلمي فاس الرياحي رحمه الله عليهم. الله يرحمه ويسكر اجله. انت صفى الطروق فتح باب المحاوره اللي هو المورقي. نعم. المورقي يقول تركي هذا رقم واحد وانت اربع رقم، الناس هذي يلعوني وش تسوي بها، الظاهر انك بسجن بغريب حكومة، لا تمنى الناس تضربك من شعيبة. رديت عليه قلت انا بسنات نبي الله وزينا السلومة، وانت معك سبعه وحده وتوميبة، انا بشعب السعوديه واصلي واصوم، وبيوت ربي يا شاعر روق اصلي بها. والله تنقلوها للجمهور، والله ما كنت حافظها في الجمهور. صح 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 صح. أصعب عندك شعر المحاورة ولا شعر النظم؟ والله الصعوبة المحاورة. المحاورة؟ نعم. أكبر الصعوبة. لأن النظم على كيفك. نعم. بغيت تسوي قصيدة بيوم، بغيت بأسبوع، بغيت بشهر، بغيت بسنة. وتشاور على القصيدة. وتشاور نفسك وتشاور شرواكم والنقاد، وتاخذ بعض القصائد اللي لها مواقف. أما مسدها القبائل ومسدها موضوع معين. صحيح. لا بتاخذ بغراج. طيب نسمع من شعر النظم؟ نعم. أغلى ما يقول الشاعر. نعم. فالوطن. نعم. وفي جنود العراق. نعم. طبعا اسمعهم قلبا وقالب. بالله. مهرجانات والله ما درينا عن الحروب ولا درينا عن. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. الدولة لا يعز عليها. ندعي لهم في ظاهر الغيب، في سر وعلانية. هذا الكلام. نعم.
يا ابو فهد القرار ما هو بيا قرار الله قرار ابو فيصل يوم غزو الكويت قرارك المعتبر في ليل والله نهار مرتاح لك بالإعلان انك عليهم سريت ابشر بشعب يا خو نوره يجيها مجار حنا حزامك يا خو نوره بعد ما اعتزيت جيراننا في اليمن من تحت شد الحصار والظلم والقتل خيم فوقهم بيت بيت حنا في دلال وطن كبارنا والصغار لعيون سلمان لا يفرح بالكم بليت وسلامتك صح سالم صح سالم وفعلا احنا عيون سلمان وعيون وطننا لو نروح بالكم بليت نعم بسرعة ما نروح بيض الله وجهك على الشعور الطيب اقل ما نقدمه ابو سلمان الله يطول عمرك وبيض وجهك على الشعور الطيب اخوي ابو احمد وش بتختار انا قبل ما نطلع الفاصل شوف مخرجنا يأشر لي يقول وقت الفاصل يا رمى بإيطاليا الليل هاجوس وقام يتهجانا فقمت عدل جنفته وليا عدلت صار بقلب حاسوس والفكر مني جت طوارنا اخطفته وقضيت ليلي سهر انتقل مضروس همني لاقفني وهمنا لقفته وصريت مع دربه على نور فانوس واكبر همومي زرت بيته وضفته مدري شقا ولا تجاريب ودروس وانا احسب اني كل شيء عرفته والوضع محسوس يا ثامر ام الموس شفته وحفته يا رفيقي وحفته ولا شفت له في الفكر والكتب قاموس تعبت لكن التعب ما خلفته يا صعب من قلبك بهالطيب مغروس قلبك علوم ما له شكالها هدفت سود الليالي بينت كل مدسوس عني زماني ما خف اكتشفته في هالغلط ما هو غلط صح معكوس والصح فيها اصبه غلط لو وصفته على هالطولات حدك ملموس ولا رخوم من فليه في صحفته والله ما نذعله ولا نحني الروس واني لا شرف موقفي لا وقفته كرامتي ما دوسها بالقدم دوس ذروة سلام العز ماسك شعفته من عز نفسه نال مكسب وناموس معسوف قلبي للوفاء مع سفته وضرسي اللي منه دخل وسط السوس قرع ضرسي من جماي حذفته سلامتك صحة أبدانكم صحة أبدانكم صحة أبدانكم طيب أبو أحمد استاذنك والأستاذنا حاضرين معنا والأستاذنا السادة المشاهدين فاصل ثم نواصل هلا مرحبا ترحيب يقبال طيبة فال ببرنامج المجلس وبابا رحب ومفتوح من الواقع الحاضر ومن ماضي قد زال تشاهد وتلقى درس كل العبر مشروع على شاشة عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام وعودة للترحيب بكم من جديد في مجلس الشيخ محمد بن براك بن مدلج أبو أحمد الله يبيض وجهك للمرة الثانية على حسن الاستقبال وحسن الضيافة وعلى جمحة على الحوات الغالمة الله يطول عمركم وبياض الوجه لكم أنتم الله يسلمكم أنتم اللي شرفتونا طبعاً جيتكم وهذا ما أبغى أبتلع عليكم الله يطول عمرك أبو أحمد أرجع لأخوي الشاعر صالح بن محمد العميم أبو محمد يا مرحبا وش جهزت القصيدة أنت أغلب ميولك أغلب ميولك غزل في قصيدة معانات وفي قصيدة نعم غير معانات اللي تبي غزل نعم أنت أشوف ميولك للغزل أنت ما شاء الله عليك والله الغزل له ألد للشرايين شوي طيب عطر اللي على الذي على الشرايين منظم نعم أقول لا يوجود وجد من تهب الصمان غشاه الظلام وتاه واخطم عزيبه ضرب الهديار لا ونسبه ولا عربان قعد له في جو خالي عاوي ذيبه
ولا يوجد وجد منظام هالديان حلال قليل وكاثرات مطالبه ولا يوجد وجد عودا على العصيان عديم العيال ولا صفت لمشاريبه فقد ردت الدنيا وشيب بها الوجدان وهموم تجي وتروح تقبل وتقفي به أنا صابني مثله من الجادل الفتان عارضني وعرضني وثبت مناسيبه دخلت بغرامه بلها واقفر البيبان أنا اللي قعدت بعشرتي ويش أسوي به غزال نحش وجف لشوفة الدخان على أول غرامه جودتي مقاضيبه أعيش بخياله ما تغير إلى الزمان ولو طالت الأيام ماني مصخيبه شوفوا قل عليه من الولع دائم من الهام مع الفكر يصبح خيال ومسيبه يا ليت الهوى له قاضي عدل الميزان علشان يرجع كل حق لصاحبه وسلامك الله صح لسانك صح لسانك صح لسانك اخوي الشاعر سلمان بن مدلج وفيصل وش جهز لنا؟ يقول الثار والجرح والصدمه وغيب المصير صاروا من اعز خلاني واعز اخوياي والموت ما هو بموت النفس موت الضمير واكبر دليل في ضميرك يلا اجبر عزاي سليت سيفي على ثاره وجيته مغير على ذلول تطير لخبطتها عصاي شرحتها الصبح وضوت بيس روحي عصير ما خيبتني لكن الوقت خيب رجاي حملتني يا زماني مثل حمل البعير واشتلت حملي وانا مدري وشنه خطاي غرست في كفوف غيري غرس ورد وعبير وجنيت منها الهراس في وسط راحة يداي ان كاني اخطيت فهذا خطايا الكبير اللي عشان تسببت في شقاي وعناي الكسر في ساق رجلي والسهر في النظير والحب في القلب وجاع الغلا في عواي والكيف وقد ضلوع طوالها والقصير والحزن قدام وطعون الظهر من وراي ربي كتبك وبلانيبك لو انك مرير مالي سواتك مقدر وانت مالك سواي يمل القلب ما هو بيطيع شور الشوير يمل القلب ما هو ما بين راين وراي صح لسانك الشاعر سالم بن سحمان السبيعي سمط العمر ابو نايف اخذنا قبل شوي في العارضه والقلطه الان نبي بشعر النظم طيب طال عمرك ما دامنا في الوطن اللي حقوقنا علينا وعندنا قصائد وطنيه ولا قصر ابو سامي ولا جاب قصيده وطنيه طيبه صحيح واحنا برضه الوطن اللي حقنا علينا واحنا الحين في عنيزه وعنيزه بعد لها حق نعم انا اعتبر اغلى ما يقول الشاعر في الوطن هذا صحيح نعم. فالقصيد واجد لكن حتى الوطنيات لكن عندي ابيات طيبه وقصيره علشان تعرف احنا ما نحب القصيده الطوال احنا نعم. شعر المحاره يقول يا والي الروح غيرك ما لروحي ولي انت ارحم الراحمين انت اكرم الاكرمين يلا بعفوك ولطفك كان قال عملي يلا برحمتك تكتبنا مع التايبين يا رب كثرة خطياتي وكثرة جهلي والحمد لله سترها كلها لا تبين والشعر صح وخطأ وصدورنا تمتلي أما كلام خطأ ولا كلام ثمين والزود والكذب ظلمه جعلها تنجلي عنا الأجاويد والإسلام والمسلمين اسلم والمعذره يا النجامه واسمعوا ما يلي الوقت ضيق علي وانتم مجملين اكيد تستاهل التكريم يا ابو علي ما يكرم الطيبين الا وفى الطيبين واكيد هذه عنيزة حظها معتلي ما دام فيها رجال مثلكم مخلصين سلامتكم الله الله صح لسانك صح لسانك مختصرة صح لسانك صح لسانك نعم يستاهل صح لسانك ارجع لاخوي الشاعر سعيد العوني ابو سامي سامي أبو سلمان نبي نرجع لفن النظم
النظم تبون تغريدة تبون شوي فيها نصحة. طيب مع الخير انت خير واللي عندك كله ذابي وسام. تسلم. الموت ما هو مخل كل عبد يشير ولحد مخلد بها الدنيا ولحد بقى يا الله يا الله عافوك فالنهار الكبير في ساعة تشخص الأبصار عند اللقاء. هذه تغريدات يا أبو قصر. عطنا غير التغريدات في غزلية. تفضل انت تشجع ابو محمد اجل على والله ابو محمد هيضنا شوي والله. اذا كان ابو محمد فعلا الكلام اللي يقوله علاج للشرايين ما عاد احنا مبطلين على الغزل النهائي. نعم نبي العلاج احنا. رشيد اجلامي رحمه الله عليهم مات المسلمين قالوا يا ابو جميل انت قلبك خضر قال حديقه ما هو. نعم شلون ايش يقول؟ قالوا يا ابو جميل انت قلبك خضر قال ما هو خضر حديقه كامله. الله يغفر لي. الله يغفر لي ان شاء الله تجاوز عنه. الله يغفر لي. رحمه الله عليهم مات المسلمين. حداني على مشراير العيون الشود ابو لبت كان القمر طالع فيها يقولون لي موجود وانا ما انا موجود شريت بخيال الفكر من شان طريها كشرني ولي فيا فهد مثلي كشر العود ولاني معتبها بحاجة تسويها أدور عليها يا فهد معيب وبنود ولو طلعت الأيام ماني بنشيها أنا أحبها أحب الشرف والعباد شهود عزيزة من رجال انتنا ومش عزويها عسى الله يبعدنا عن الهرج والمنقود ونسلم من هروج العباد وبلاويها عسى الله يجمعنا قبل يومين الموعود عسى الله يجمعنا قبل يومين الموعود تبون الحقيقة عقبها رايح فيها وسلامتكم. عسى الله يبعدنا عن الهرج والمنقود ونسلم من هروج العباد وبلاويها عسى الله يجمعنا قبل يومين الموعود تبون الحقيقة عقبها رايح فيها. صح لسانك صح لسانك صح لسانك. أبو أحمد شعر المساجلات أكيد لها دور بارز وغرض من أغراض الشعر الشعبي له دورها الكبير بالمجتمع عند الشعراء. وش ابو احمد المسجلات؟ والله المسجلات هي المحك. نعم ودكن كل شاعر في عنده مسجلات. عندك مسجلات ترى انقطعت في الاول والاخير. صحيح من اول ما في قصيده تطري عليك سواء غزليه ولا ثانيه اللي ارسلتها الرجال يعز عليك ولا شاعر معروف. صحيح. وفي عبد الله كرشمي الله يرحمه رفيق زلنا توفى
عبد الله عتيبي عتيبي. وله يقول تتعب النار ما ولعت بخضر الجريد، بين نار الغضة والسمرة شوف اختلاف، وتلع النار ثلثين بباس الهبيد، غير نار تسبب للقلوب ارتجاف، وزرع يحصد وزرع يصير ماله حصيد، مثل بعض المودة ما عليها حساب في الحياة وتجاربها تشوف العديد، لو ما كل شيء يشاف. يا محمد رد براك الشبل العسيد، يا عضيد لجف العلوم انحراف، قال لي منك فزعة والكراية انسديد، خفت تلز من وانت تعرفني ما خاف، عيد قرب وعيد في خيالي بعيد، وعيد بيني وبينه مثل حد الرهاب، كل ما جيت افصل لي قماش جديد، اتراجع الموقف وكبه عياف، لا تذكرت من ضحى من اجري وكيد، الحبيب المحب اللي بحبه عفاف، يوم جيت عرفت انه على اسمه شديد، لا تهزه ثقال ولا تهزه اخفاف، قال قوم سمعني من احلى النشيد، قلت حاضر وشعري فيك الالاف الالاف، يا حبيبي صرت كلي من اجلك قصيد، كل ما قلت شعرك زين جبت لك قاف، الله اللي بالنا بك لو انك عنيد، وكوقع واعترف بكل الاعتراف، لو ما اكلمك واسمع صوتك اللي فريد، صار لي في الطريق المستقيم انعطاف، خذ عيوني فدا زاد على ما تريد، عين خذها فلاش وعين خذها الحاف، وخذ مني جميع منه ما تستفيد، لا يهمك كلام اهل النفوس اضعاف، والله عليك اضمى ضمن فلوريد، حين اكلمك احس ان الضمى منك خاف، مدري سقيتني من صوتك اللي فريد، او خطفت القلب من مشتكاها اختطاف، عاش الوسط خلق خلق الله وكني وحيد، كان والله خلق غيرك قلبي مطاف، وهني القلوب بارده بالرصيد من جميع النواحي مع الاخلاق. اي هم الربع يضونه بالغزل، والله كان قلت تتعب النار ما ولعت بقلب البليد، ما تولع بصوره قلب فوق الغلاف، خالي احساس ما يشعر عن الحس حيد، لا يحس الصميم ولا تحس الحواف، وقلب عايش شقي ما عاش لحظه سعيد، فاتح للهموم اللي توارد مضاف، وسط قلبه تعاقب مثل زمل المديد، ركبه ما شده فوق زمل اضعاف، لجي تقطع ركاب الشقا كل بيت، في طلب كل هم من الهموم الكلاف، كل يوم عليه تضيف هم من جديد، صار روتين هاليوم همومنا تضاف، ويا رساله عزيزه جتني مع البريد، هايفت بين معناها وقلبي هياف، واصبح الفكر سابح بالخيال وشريد، مع بيوت ملاهيف هجاف الطاف، حرفها من لهيب ودرها من جريد، ناب تعلن بغزو وناب تعلن نكاف، ما حوى قولها سيد معك مسيد، وسقط وطرها من مزون ارداف، من رفيز تذكرني وانا لا عضيد، في سنين الرخا ولا السنين العجاف، في يمينه تراني مثل سيف الوليد، اتقدم معه في الضيق مرجع اخلاف، ما عليكم زود، اتقدم معه في الضيق مرجع اخلاف، وشكالي مده من جعل في رجل قيد، اتقيد وادور سر للاكتشاف، حبكم واضح انه ما يريد حديد، بين حرفين الاول حا والاخير كاف، وجرح يضمد وجرح الحب ما له ضميد، ما يضمد جروحه غير رجل زهاف، ويا معاني مودت من ودادهم كيد، ما الهوى ما الحكم لو ظلمك استناف، غار يوم المواجهه للمحبين عيد، يوم يقطع ظمع روق الكبود الهاف، وانت لو مت رجل الحب تكتب شهيد، والله اللي ما لهم والله قلوب اصخاف، يوم يطري علي احب عليا وزيد، اتهيض ويصبح وسط قلبي اشعاف، وكان خلك صاف معك فلا تستحيد، صاف من كان صاف معك بالحب صاف، وكان كان حبل المواصل صار فيه تعقيد، ما انت بالهربي عليك مصاف، وانت تمشي على رجلك شديد عديد، ليش تقف رجلك فوق جرف هياف، يا ابو ماجد ما قلت لك كان الوعيد، الله ما الحكم نظرك استراب، صح لسانك صح لسانك، يا الله وجهك صح لسانك، والله يغفر له ان شاء الله، الله يبيح ويسكر العجل ويرحمه ويرحمه المسلمين، امين ان شاء الله، امين ان شاء الله. ارجع لاخوي صالح العميم ابو محمد، والله على كيفك، خير لك، خير لك ابو محمد، اخف شوي يصير، اي نعم، تبي تعالج القلوب ولا سم؟ تبي تعالج القلب؟ والله انه مو فيني والله، نعم والله عنده من يعالجها، نعم اقول ابو فوازي لها الحين، طيب اقول انا لحبيبي، انت شباب، انت شباب يا ابو محمد لي الحين عندك من الشباب، ما انت العمر هالسنه 45، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، حقت الليل ذولي، نعم تفضل يا ابو محمد، اقول انا لحبيبي الغاب عني بدون اعذار، انا لحبيبي الغاب عني بدون اعذار، وهو كان يشرح لي بسيره معاذيره،
أنا لي 3 شهور ما جتني الأخبار وبعض البطن من هالخطا. يلا هالخيره على عذابي كان طول المشوار عذاب السجين اللي نزل حكم تعزيره بعد جال هالقاضي وحقق له الأخبار نزل على الساحة وقريت تقاريره. أنا صابي مثلي من الهم والأقدار على صاح من أحنا من الشهد والشيره أطالع خيالك الليلي مع النهار وبابهم قيب كم حسبة مساميره. تصبرت فترة الصبر مرا على الصبار وصبر الغلا ركب علي من أشيره. عسى الله عسى الله يا حرسي من عيونك ترى أشرار على شان زينه من عشان كهرباء الديره. الله على شان زينه من عشان كهرباء الديره. صح لسانك. طيب أرجع لأخوي الشاعر سالم بن سحمان السبيعي. أبو نايف خير. نعم وش جهزت لنا ولا المشاهد والله قصيد وايد جيبوني اجيب غزل مدام ابو لا ابو محمد اليوم الشايب احنا الشيبان ابو محمد اليوم حاكم على الشعراء يقول ما فيه الا غزل. طيب كريم كريم يا برق شعاعه ينوضي عيني تخيله كل ما ناض نوضه قبل الربيع وسابقتها القيوضي لبكر الوسم وزلت قيوضه تخيل على دار به النور يوضي شمالي الطايف لياقه وموضه راحوا فواته وقلت ربي يعوضي رعى الهوى مسكين ربي يعوضه لو الذي له يركعون الفروضي ما ينهض الا من يشاء الله نهوضه ولن يبع راضه لوادم عضوضي لكن خيال الزين للقلب روضه خلي خواله من كبار الحظوظي لكن ما ادري وش تسوي حظوظه لا قلت له متى يحين النهوضي يقول لي يا اخي ما هي بفوضه. سلامتك. الله 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 صح لسانك صح لسانك اخوي الشاعر سلمان ابو فيصل وش تبي تختار لنا مدام غزل الشباب ابو محمد العميم اليوم مخصص الحلقه هذه يقول له الغزل ما فيها ما فيها. نعم يقول بعض البشر لا غاب ولا لا حضر ما تفقده ولا لهيات اعتبار وبعض البشر لا غاب والرد كالسهر والتهلكه والموت الاحمر والدمار سوات منه لحن عيوني شهر عليه من جمر الوله شبيت نار اللي زمامه فوق وحجوله حدر ومن بينهم في الوسط خصرينه هضمار عنقه شبر لا طال عنه ولا قصر بين القمر والليل الأسود والنهار طوله حكر وساع خدراته حكر ومجدله ذيل الأصيل من المهار شلفا ذياب في طرفها الذبل الخدر مضرابها بين المعاليق القصار اللي يوقف تقول في ساقك كسر واللي مشاب الغي خطواته قصار يجبر كسر ويعيد لك كسر انجبر مروي عطاش الحب من كاس المرار اللي ركابه بره كان وسط الصدر اللي زبني يوم ذير واستدار شلته وزبنته عن الطير الخضر وعن السباع وعن مخاليب الحرار وبنيت له وسط الحشا بيت وقصر حطيت له في خاطري قدر ووقار وكبرت حبه لين من صغره كبر ولينت له قلبه مثل صم الحجار اللي ضمع من دم شرياني صدر ونجاع له مثل الحشا نبته خضار واليوم قفه ما ترك عقبه خبر عقفه بعضو في ضلوعية من يسار ليته يجي وادفن غيابه في قبر وادمع خطاه وكان ما به شيء صار لانه خذ اللي ما خذا غيرها بشر من الغلا والحب لبستها اسوار واليا نواني بالتجافي والهجر ولا عادري عنهم ملاذ ولا فرار اقبيت مثل قفايته عزم وسطر قلت الهزيمه منك مثل الانتصار. الله صح لسانك. شلون اقبيت اخر بيت قلت الهزيمه منك وقلت الهزيمه منك مثل الانتصار اقبيت مثل قفايته عزم وسطر قلت الهزيمه منك مثل الانتصار. الله الله صح لسانك صح لسانك. ارجع لاخوي سعيد العوني. سمي وش تبي تختار؟ انت تختار لنا غزل ولا تبي تختار لنا شيله؟ والله انا ولا تبي تعطينا من المحاورات اللي حافظها اللي انا ما عمم ما اخص الناس كلهم انا اللي شعري وسط نحليها بالشيله شوي. الحكم ما هو باللحن الحكم ما هو بلك انت الحكم لا المشاهد الكريم والجمهور الله لا يهينكم هذا انا هذا وجهه نظري. نعم في واحد انا بعلمك قبل الغزليه هذه من ثقك بنفسك ابو سامي تقول الكلام ذا ولا الله لا خير منك. يقول يا سعيد العوني ما عجلت معادلك حضور ما نشوفك من باب المزح. نعم هات القريحه اقول له موجود غصب على اللي ما يدانيني في ساحة الشعر والشعار موجودي ما دام حنا بها الدنيا مقيميني
من لا فقدنا ترى ما هو مفقودي، أهم حاجة ما نغتاب المقفيني، ونهاية لادمي للقبر ودودي. أرسلتها على وعسى يقبلها إن شاء الله. يقبلها خلاص هذا. غزلية في غزلية تطلبها منه أبوه. إيه الظاهر ما أدري وش سامع. نعم سامع في غزلية بيطلبها أبوه. طبيت في سوق الذهب يوم الاثنين، والظاهر اني جيت ادور عنايا، لقيت لي ثنتين يا وي ثنتين، يا زين شكبتهم بلبس العبايا. قلت انت من يا العرب يا المزايين، قدام الاخطي وابتلش في خطايا. قال ان عارفك شاعر من الموازين، اقصد بينا والشعر يبقى دعايا. قلت ابشر مني على الخشم والعين، هذا هوى بالي وغاية منايا. تسمى عنها الحين ما هو بعدين، غنيت موالي يا لا لا يا لا لا. أنا عزيز ومن رجال عزيزين، يا رب لا تفرح علي عدايا. أشهد أن لا إله إلا الله عزيز. لا والله إني نسيت، أنا ما عن طمر ما فيها يعني خطوط حمراء ما فيها. أنا عزيز ومن رجال عزيزين، مطير حمران النواظر ذرايا، وصلاة ربي عد ناس ملبين، على نبي دلنا على الهدايا. اللهم صل وسلم. صح لسانك ابو سامي، والله ما حد سبك عليها ثنتين بقضيه واحده. اي والله غزلك ثنتين. انا وانا كمان مختار الله واحده، مختار واحده ولا انسان لا باس، لكن ثنتين. طيب ارجع لاخوي ابو احمد. ابو احمد وش بتحملنا فيها؟ اكيد الغزل له ما اعطيتنا غزل، الشباب كلهم الشباب الشباب ابو محمد والشباب اللي معه كلهم اعطونا. يلي تواعدني وبوصلك من العام. نعم بالله تم الوصل، بالله تمه. انا ادري ان ظروف وقتك الاحكام لكن عندك يا ثلع الجيد همه، عايش على ذكراك والطرف منام، اجاب يرقد جابك الطيف يمه، على من صابر على طول الايام، ولك شل الفكر والروح سمه، والصبر طال وزاد، يا ترف الاقدام ريخ فوق صرت في الوقت همه، قبل الخفوق يصيب اشعاف وهيام، جرح جرحته حاول انك تلمه بدنياه، ما له غير كمال واحلام، يشفق عليك اكثر من الطفل لمه، عليه حبك اعتبر فرض، وزام من الله خلق من لابساته الازمه منقذه، ولا عليه حكم اعدام يا غالي، النشف طريقه ودم. الله الله صح لسانك صح لسانك. طيب نرجع لاخوي ابو محمد صالح العميل. الله وش مجهز لنا؟ وش جهز لنا قصيد؟ تبي تتحفنا وتتحفى المشاهد الكريم من القصائد، وش جهز لنا يا ابو محمد؟ غزل غزل اكثر غزل قصيد. طيب عطنا ما على خير انت خير اللي عندك كله. اقول تبي تسير علينا شمت الحاره، تبي تسير علينا شمت الحاره، تبي تنور علينا كل حارتنا. نعم نفرح لجت نهار العيد بزياره، يوم تجيب تحقق بسعادتنا،
نفرش لها الدرب زهر الورد وثمار ونرخص لها كل شيء من مودتنا. زين المحي أخذ بيت زين مقداره عن جملة البيض والزينات صدتنا. زين المحي أخذ بيت زين مقداره عن جملة البيض والزينات صدتنا. النفس من دونها ما هي بعذاره. يا الله يا الله تجمع بين خوتنا والله للحي يصير نجاره. لكن انا ادرى الحي وادرى محبتنا. نعم. اخاف من صاحبي يتحطم اصفاره وتصير مره عقب عشره حلاوتنا. سلامك. صح لسانك صح لسانك صح لسانك ابو محمد. نردف؟ اردف يا ابو محمد. اي هذه عاد رهيب بديره هذه. واللي من اليوم بديره هذه؟ لا ايها اليوم كلهم بقى. ويترى ما اعرف الا نصه لكن طيب اسلم. اقول جهز جوازك وشد الحيل للرحله. واركب على اللي تطيرها مكاينها ما هي بسيارة مركوبها بحلة يطلع سفرها وتبلش في بلاشرها ساعة توديك من قلبك إلى محلة الارتفاع صدرها ربك يدبرها تعصر حبيب عليه الحال من نحلة حتى تهنى النواظر في نواظرها. نعم. أبو عيونه ذابها سود بلا كحلة سبحان منه بهالصورة مصورها إلى وصلت يصر رحلك وصر رحلة عسيرة الحب وسبت مصادرها تركية عيشته من عيشة النحلة كلها عسل والعسل من زين منظرها. ما أدري هذا السنة. صح لسانك. أي هذه اللي أقول. صح لسانك. أي هذه اللي. صح لسانك. بس لو خليتها مو بها ما جبت البيت التالي سنة. ها؟ أقول لو ما جبت البيت التالي خليتها مو بها ما. سنة ما يحتاج. مو زين يعني. لا لا الأول الباقي من كل زين. كل عسل وعسل من زين منظره. الله شو اسوي؟ صح لسانك ابو محمد. بدانك ارجع لاخوي الشاعر سالم بن سحمان السبيعي ابو نايف. الله يجزاك خير طال عمرك، والله اني ما ادري وش اقول، قصيده سثر ما دام جبتوا لها غزليه بغير المره ذي، وقصايد مختصره انا ابشرك. يقول يا ظالم النفس وين العقل متغيب، ما خفت الايام تقفي بك على غره. عام ورا عام ولي راسك مشيب، وعام ورا عام لا معاد لك جره. نعم. تمر الايام وانت الوقت كمسيب، نسيت الايات والمثقال والذره. لا ضيع الله ولا خسر ولا خيب من طاع ربه بصدق ووالده بره. لكن خلك سوات الوابل الصيب اللي يمطر تشوف الارض مخضره، وخلك من الخير واهله دائم قريب، وابعد عن الشر واهل الشر بالمره. واللي يجي الطيب وده يعيب قل له ترى ساعة الأيام مفترة، وكل بهذا الزمان يقول أنا الطيب، والطيب اللي يفك الناس من شر. سلام. لا الله صح لسانك صح لسانك. إي بالله أن الطيب هو اللي يفك الناس من شر. والله صح لسانك صح لسانك. أخوي الشاعر سلمان يقول له أتجاهلك يا طار البعيد القريب، كن مالي معك قصة غرام وهوى، وين ببعد عن اسمك وين بقفي وغيب، كل ما قالوا اسمك ذي بصدري عوى. أجحدك واتبرى منك كأنك غريب، وناشدي عنك صدر ضامي ما روى، ولا حبك يشيب الراس ولا يشيب لو ما الله جمع بيني وبينك سوى. ميرماني على حزني قريب حضيب، كل ما زاد حزني فيك عزمي قوى، كل ظن على شوفك وقربك يخيب، وكل رمعه يلاقفها السهر والنوى، وكل جرح يطيب إلا أنت جرحك عطيب، ما لجرحك علاج ولا لجرحك دوى، ما بقى غير جرح البعد من ناب ذيب ما تشاوى لو أن ذياب جرح الشوى. تبدي الشمس ويمر النهار وتغيب، والمساء من ظلامه لين صبحه ضوى، وانت ترعى مفالي خاطري من قريب، تقطف الورد وتصدر عدود الروى. صح لسانك صح لسانك. اخوي الشاعر سعيد العوني وش حضرت لنا؟ لان حتى وقتنا قارب على الانتهاء. سم شوف مخرجنا يشر لنا وش اللي. والله عباره بس نصيحه شوي ومويت الحكمه جبتها. عطنا على خير انت خير اللي عندك. الحكمة يقول ما تمشي الركبة بلا مخت الساق، والساق ما تمشي بلي قدمها، يقولها اللي يازن البيت ما تاقب، يات شعر من ضميره حكمها، صلاة ربي عد ملاح براق على الرسول صلاة ختمها. اللهم صل وسلم. الثانية في تغريدة ثانية برضه انها شوي انها لعلها تفيد. من صد عن ذكري رب رحم عيادها، والله واعلم وش المكتوب قدامه، يا غافل اصحى قبل بكرة وسادها،
وطيح لك في بحور ما لها قامة. وسلامتكم. صح لسانك صح لسانك صح لسانك. ابو احمد وقتنا قارب على الانتهاء، نبي قصيدة تختارها لنا وكلمة أخيرة. الشعر وقته ساعة ما جاء وما حان، وأنا لا سويت جزله ندبته، وهندست له بيت ومعنى على شام ما ينهز إحساسه، لما إني نصبت هذا العمود فوق قده وميزان، أما غلبني بالشعر أو غلبته وغلبته عندي، ما تشرب الأثمان ومحسني بالوقت بالشعر جبته وأسندته الناصر، هو راعي الشان اللي سلام المجد كفه، قضبت شاعر وأمير وحاوي من كل الألحان، وناصر له قال يقول أنا ما عقبته. سلايل اللي قاده وسلاف الأضعان، هالجناب العز منهم جربت شيخان، والركب على الخيل فرسان، ومن العادي كم كسب كسبته، قوم لهم في صفحة المجد عنوان، برجال فخر عده وبعالية اعتبته، هالبارقن وسنان وعنان، وصب فنجال الزعامة شربته، يضرب هالأمثال في ماضي الأزمان على زمان، بنمر اللي هوت كم شيخ اعطبته، ولا أقول ابن امر ليش لهوت كم شيخنا اعطبته، لا اقول في قري يجير حقران الطيب شاره، والنشامه اسربته، وقولي الربعي له دلايل وبرهان، واللي ما هو فيهم لهم ما نسبته، وخلاف ذا غنيت ماني بطربان، جذبني الهاجس وانا ما جذبته، لا ذكرت فعول من فعلهم كان جريت لي وانه دمعي سكبته. وجهي يروح اشكال بالغيظ والوان، على هالدولة بالمعزه لعبته، في نجد وأطرافه بهيبة وسلطان، واليوم نجد أخلت جباله وخبت تذكارهم، لا مر يرسخ في الأذهان، وأنا من سموعي قلبي صحبته، ويا أبو بدر في الصدر ضيقه وحيران، موج البحر لا جيت بعوم هبته، ما هي بلا ذله ولا لي بجبال، لكن عايف لولو في غربته، ولا أسبحه وأجيب لولو ومرجان، ولا طوش رأس سفينة قلبته، ولا بغيت أدحم ترجل وبيمتار راسي كسبة المراجل عصبته، للخير ركابة وللركض ميدان، والبيت ما يبنى بلي طربت. سلامتك. صح 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 صح. وقتنا انتهى، ايش اللي مخرجنا يقول وقتنا انتهى، كلمة أخيرة أبو. أقول الله يبيض وجيهكم ويجملنا احنا وإياكم من يسمع بالعلم الطيب، وإحنا نشكركم على زيارتكم لنا، وحنا نشارك طال عمرك بقلوبنا وقصائدنا وارواحنا كلها مع الحد الجنوبي، جنودنا البواسل اللي على الحد الجنوبي. نعم. والحكومه الرشيده. نعم. والله يديم الامن والامان، والحمد لله والشكر على ما الله اعطينا. امين. جزاك الله خير. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام الى ختام هذه الحلقه من برنامجكم برنامج المجلس، والذي استضافنا في مجلس الشيخ محمد بن براك بن مدلج المطيري. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا، في أمان الله. هلا مرحبا ترحيب يقبى طيبة فال ببرنامج المجلس، وباب الحب ومفتوح من الواقع الحاضر، ومن ماضي قد زال تشاهد وتلقى درس كل العبر مشروع على شاشة المرقاب. I'm